هذا مسوقي نحو افقيها هذا مسوقي افقيها مسوقي محاولة التسديد سهلة بالنسبة للحارس مؤثر لكن حتى الآن الوكرة محاولة الصمود لكن تضيع هذه الكرة تعود فاست بريك رياني سريع في الانتقال الهجومي نعم سرعة كبيرة جدا هدف أول في هذا الشوط للوكرة تعادل 14-14 المحجبي يخير كذلك المدرب نجيب الثائر الاعتماد عليه في بداية هذا الشوط وهذا الهدف الرياني الأول تازة هذه المحاولة من جهاد بن عرعر وبالتالي يوقع على الهدف 19 الكرة تعود للوكرة صبحي سعيد صبحي في المراوغة والتسديد صاحب الخبرة ينتظر منه الكثير الوكروية في هذه اللحظات ينتظرون منه الكثير واستبعاد آخر للصفد كما قلت منذ الشوط الأول ربما الكرة لنصر الدين الشادي تصل إلى جهاد على المستوى الهجومي لا توجد هناك أطوال بالنسبة للريان لكنه ناجح الاعتماد على جهاد كشر عن أنيابه في هذا الشوط الثاني ويقول لي من الإمكانيات يا نجيب الثائر حتى تعتمد على خدمة